صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أخبركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في الإخراج نمر محمد، في التقديم دكتورة عاش البسطي، وتشاركني الحلقة اليوم دكتورة سارة الدلال. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير على الجميع، على من الفريق الإعداد، من المستمعين، من اللي موجودين معانا اليوم الصبح. شو أخباركم اليوم؟ الحمد لله. شو أخبارك دكتورة؟ الحمد لله بخير. نبغى نسمع نحن بعد من المستمعين دكتورتنا العزيزة دكتورة عاشة، نذكرهم بأرقام التواصل. ذكرهم يلا أرقام التواصل إذا حابين تتواصلون معانا. طبعا نحن حابين نسمع من عندكم كل شيء، استفساراتكم وتواصلكم دائما يسعدنا. أرقام التواصل 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. طبعا دكتورة سارة، يعني مداخلات المستمعين ويانا في البرنامج مو فقط تثري البرنامج، بالعكس كذلك تطور سواء الخدمات اللي نقدمها. وطبعا هاي الخدمات كلها نحن نقدمها للمجتمع، يعني قايتنا وهدفنا يعني إسعاد المجتمع وتقديم الخدمات اللي يحتاجونها. فمداخلات حتى مرات يقول الواحد مداخلة بسيطة معقولة ما بعرفين، بالعكس يعني هذا يثري برنامجنا، يعرف الناس على أشياء كثيرة يمكن تكون الناس ساهي أو ما بعرفتنها. النقطة الثالثة كذلك التطور من الخدمات اللي نقدمها كذلك، لأن شريحة المجتمع هي الشريحة المستهدفة بكافة الأعمار، الجنسيات، بكافة الأعمار، يعني الجميع، خاصة الصحة ما تفرق بين أي شخص وشخص أبدا. ونحن دائما نحب نسمع من عندهم، من دون ما نسمع من عندهم كيف نحن بنشوف أو نحن ممكن نطور من نفسنا. فدكتورتنا العزيزة شو رايك نبتدي بخبر اليوم؟ خبرنا اليوم جميل صراحة، اللي يقول العلاج بالوهم لتحسين أداء الرياضيين. خلنا نشوف دكتورة سارة بخصوص الدراسة هذه. نحن بناخذ هالدراسة عن العلاج بالوهم، وطبعا بنخبركم عن العالم فابريزيو بنيديتي، عالم إيطالي بجامعة تورينو. شو سوى؟ يستعين المتسلقون في المرتفعات باسطوانات الأكسجين للحد من هذه التغيرات، فتقلل الشعور بالتعب وتخفف آلام الرأس، لأن النبض والتنفس يعودان لمعدلاتهما الطبيعية. لكن العجيب أن لوحظ أن اسطوانات الأكسجين الفارقة قد تحقق نفس أثر الاسطوانات المملوءة. نحن نعرفهم أن في شيء في المصطلح الطبي بالبلاسيبو إفكت، صح ولا لا؟ صحيح. فالعالم الإيطالي فابريزيو بنيديتي في جامعة تورينو حاول يشوف أن كيف المتسلقين على الجبال في كولومبيا وألاسكا وجبال الألب، ولاحظ أن الأسطوانات الأكسجين الفارغة التي وهم الناس أنها مملوءة بالأكسجين قد تحاكي تأثير الأسطوانات المملوءة على الجسم. فهذا التأثير الإيجابي للأسطوانات الفارغة لا يتحقق إلا إذا حصل المتسلقون على أسطوانات مملوءة بالأكسجين في البداية، ثم تبديلها بأخرى زائفة دون أن يعوا، لأن الجسم حينها يتهيأ لتلقي جرعة من الأكسجين. شو رأيك دكتورتنا؟ أنا أيد هاي الدراسة. في أشياء وايدة يمكن نحطها نحن في بالنا أنها يعني نفس ما ذكرتي أنتي بلاسيبو، في دراسات وايد على أدوية يمكن ما لها تأثير وتكون بلاسيبو، اللي هي الدواء اللي ما له تأثير بتاتا على أي شيء، بس النفسية الشخص هي اللي تعالج وتخفف الأعراض، وهذا له دور كبير صراحة.
يعني البلاسيبو معروفة كل الدراسات الطبية يستخدمون البلاسيبو إضافة إلى الدواء الثاني اللي يعطي المفعول. فلاحظوا بالعكس في ناس تتحسن مع البلاسيبو. هذا دليل أن نفسيتنا وشعورنا النفسي يعكس أشياء وايدة ويقدر يعني يعالج أشياء وايدة كذلك فينا ويقدر يرسخ أشياء كثيرة في لها. يعني هذا المثال أن أكسجين يعني الواحد بيحس باختناق بيحس بضغط في جسمه ما بقادر يتنفس، مع هذا حس أنه قدر يتنفس وقدر يسوي. بس ليش؟ لأن في باله الأكسجين موجود معه في الأسطوانة هو شالنها على ظهره. نفس ما نقول نحن النفسية أو تقبلنا للعلاج نفسه يكون نصف العلاج إذا ما كان أكثر. صحيح. شو رأيك ناخذ فقرة السوشيال ميديا مع هيئة الصحة ومع المتألقة أستاذة أسماء الجناحي؟ أستاذتنا أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين. صبحك الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور. مثلك يوم أربعة مميز بمن هو الحين صار نصف الأسبوع. صحيح. مع هذا تحسي الأسبوع بسرعة يمر. نعم نعم. هو بسرعة يمر بسرعة يمر حتى النهار بسرعة يخلص. صحيح. مي عن بعض أشارفات قنوات التواصل الاجتماعي نحب نأكد حتى على المتعاملين إن اليوم اللي موجودين في موقع إكسبو دبي إن حافل تبرع بالدم موجودة اليوم، أيضا كانت موجودة البارحة وموجودة اليوم في منطقة بلازا 2020 في إكسبو دبي من الساعة 3 إلى الساعة 9 مساء. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي بمن أغلب الأشخاص حاليا راجعين من السفر حطينا لهم مجموعة من النصائح الخاصة للأشخاص اللي عائدين إلى السفر خلال جائحة كوفيد-19. من أهم الأشياء أن الواحد لما يرجع يكون مطلع على جميع القوانين والإجراءات المطبقة في الدولة. صحيح. بما نحن في جائحة الإجراءات تتغير من فترة لفترة، نحن ننصح للجمهور خصوصا لو يرجعون إنه يعرفون الإجراءات. أيضا من ضمن الأشياء ننصحهم إنهم يتابعون شوي أعراضهم إذا طلعت لهم أعراض أو إذا حسوا يعني أشياء شبيهة بأعراض أو مرض كوفيد إنه يعزلون نفسهم ويقومون بإجراء فحص PCR. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن ننصحهم احتياطا حتى لو كانت نتيجتهم سلبية، ونحن كانت نتيجتنا سلبية، إن شوي يعني يتعاملون بحذر مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة مضاعفات كوفيد مثل كبار السن أو حتى الأشخاص اللي من الفئات المستثناء أو ما يقدرون يأخذون أو يحصلون على التطعيم. وفي الأشياء الثانية وأخيرا إذا ظهرت عليك أعراض أو كنت على اتصال بحالة مصابة خلال السفر قم بإبلاغ الجهة الصحية المسؤولة وفحص نفسك وخصوصا إذا طلعت عليك أعراض. أيضا من ضمن الأشياء الدائمة يعني توصلنا من الاستفسارات من هو المخالط؟ المخالط هو كل شخص كان على يعني كان التقى أو قضى وقت على مقربة من حالة أكدت إصابتها بمرض كوفيد لمدة 15 دقيقة ولمسافة متر أو أقل، أو إذا كان في اتصال جسدي مباشر مثل المصابحة سواء كان قبل يومين من ظهور الأعراض على المصاب، قبل يومين من تاريخ إجراء الفحص للمصاب، أو أي وقت خلال العشرة أيام من الإصابة. لما نقول قبل يومين من إجراء الفحص من تاريخ اللي هو سوى الفحص مو تاريخ اللي طلعت فيه النتيجة. أيضا من ضمن الأشياء اللي احنا نحب نأكد عليها بخصوص مواعيد تطعيم كوفيد بالنسبة للجرعة الداعمة يدون يحصلون الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة، ونحن ننصح الجميع بالحصول على الجرعة الداعمة في أسرع وقت ممكن لهذا للحماية والتفادي أي إصابة أو مضاعفات، ما نقول الإصابة المضاعفات الخاصة بالمرض. ونتمنى لكم الصحة والسعادة. نتمنى لك الصحة والسعادة أسماء الجناحي. شكرا لك. طبعا أسماء كذلك خلال حديثها في فقرة السوشيال ميديا ذكرت معلومة جدا مهمة دكتورة سارة، اللي هي أولا عرفت أن المخالط من يكون النقطة الثانية من ناحية الأشخاص اللي راجعين من السفر كانت نتيجتهم سلبية.
بس سبحان الله مرات الواحد يوم يحتك بالشخص المصاب ما بتطلع الأعراض على طول عليه. نعم. تحتاج فترة معينة الأعراض هذه تطلع، ويعتمد من شخص لشخص. في ناس على طول تطلع الأعراض وتطلع النتيجة إيجابية عندهم، وفي ناس بالعكس تتأخر الأعراض حتى الخمسة أيام. عشان كذي كانت فترة العدوى أو أنها تنتقل لمرض معدي في جسم الشخص كانت محطوطة على أساس 15 يوم خلال هالفترة تطلع فيها النتيجة، يعني إذا كانت سلبية أو إيجابية. فهذا الشيء جدا مهم كذلك. اللي من السفر كانت نتيجة سلبية طلعت عليه الأعراض بعد النتيجة السلبية، يرجع يعيد الفحص أساس يتأكد 100% إذا كانت نتيجته من البداية كانت صحيحة أو أن يحتاج يعيد الفحص، خاصة إذا طلعت عليه أعراض. النقطة الثانية والمهمة كذلك، يتفادى الاحتكاك بالأشخاص اللي هم مثل كبار السن اللي مناعتهم تكون أقل عن المجتمع الثاني. ثاني شيء الأشخاص اللي ما أخذوا التطعيم. التطعيم نعم، أو عندهم restrictions خلنا نقول، أو ما يقدرون يأخذون التطعيم. فنحن لازم نحاسب في هذه مع هذه الأشخاص بشكل خاص لأنهم أكثر عرضة للأمراض، للمرض نفسه وكذلك لمضاعفات المرض. ناس وايد يمكن تقول لك المرض هي أعراض خفيف، بس المضاعفات، في ناس مضاعفات هذا المرض تكون عليها أكثر من البقية. ناخذ فاصل قصير دكتورتنا ونرجع، ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله نتابع فقراتنا. صحة وسعادة. مستمعينا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكر أرقام التواصل دكتورة سارة. أرقام التواصل 6005514414، وعلى الرسائل النصية 4006. طبعا فقرتنا الثانية لليوم بتكون مثل ما تعودنا فقرة التغذية، واليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، ويمكن كثير من الناس حابة تستفيد أو تدخل في هذه المواضيع، اللي هي اليوم بنتكلم عن مضادات الأكسدة اللي هي فوائدها ومصادرها. طبعا دكتورة كثير ما نسمع عن مضادات الأكسدة، سواء كنا أطباء خبراء تغذية وكذلك في الدراسات اللي تتحدث عن أهمية مضادات الأكسدة والأغذية كذلك اللي تحتوي على هاي المضادات وأهميتها بالنسبة لصحتنا. وطبعا اليوم إن شاء الله بنتعرف أكثر على تفاصيل مضادات الأكسدة وضرورتها في حياتنا، وذلك من خلال ضيفتنا اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عبير عبد الله. صبحك الله بالخير أستاذة عبير. صبحكم بالخير، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحفظك يا رب. أستاذ عبير، طبعا نحن دائما نسمع عن مضادات الأكسدة ودائما نسمع عن فوائدها، ويعني وأكيد حابين نعرف بعد مصادرها. نعم طبعا. صباح الخير أستاذتنا أستاذة عبير، ونفس ما قالت دكتورتنا عاشة، لما نعرف أكثر عن مضادات الأكسدة وين ممكن نحصلها بعد؟ صحيح. هلأ هي يعني بطريقة مبسطة، هي عناصر تمنع أو بتأخر ضرر الخلايا. هلا الخلايا يعني احنا لما نعيش في اشياء بتفرزها المواد اللي بنستهلكها اسمها الجذور الحره، هاي بتؤدي لتلف وضرر بالخلايا الجسم من اي نوع من الخلايا. فهي مضادات الاكسده بتوقف عمل هاي الجذور الحره فبتمنع ضرر الخلايا. هي مبدئيا مضادات الاكسده شو اهم انواعها؟ فيتامينات او معادن، من اهمها اكثر الناس بيعرفوا عنه فيتامين سي. نعم. فيتامين اي، البتا كاروتين اللي هو بتحول لفيتامين A، في كتير لايكوبين، معدن السيلينيوم، ليوتين، كلها هاي مواد مضادة للأكسدة، فبالتالي بتأثر يعني بتمنع ضرر الخلايا وبتأثر على كتير أمراض. في كتير دراسات بتقول إلها دور مهم بمحاربة السرطان. نعم صحيح، نحن دائما نشوفها يعني مرتبطة بالوقاية من السرطان اللي هي مضادات الأكسدة. صحيح صحيح. هلأ هي مضادات الأكسدة أو هاي الفيتامينات والمعادن وين موجود أكثر شيء؟ مثلا فينا نقول فيتامين سي أكثر الناس هي بيعرفوها، موجود بالحمضيات، البرتقان، كل الحمضيات، كل أنواع الحمضيات، بالفلفل الحلو فيه كميات كثير عالية من الفيتامين سي، كثير ناس هاي ما بينتبهوا له. ما بعرف شو إذا بتسموه الفلفل الحلو اللي هو الملون، اللي هي الفليفلة. الفليفلة نسميها. أيوة.
صحيح. هي هاي هل فيها في مثلا الحمراء اكثر فيها او الصفراء؟ لان تعرفين الفليفله فيها الوان او انواع. فيتامين سي لا ما بيأثر اللون، بس فيتامين سي الناس ما بتغفل عنه بهاي لانه بيفكروا اكثر بالحمضيات، بس موجود فعلا كميات كبيره بهاي كمان. نعم. تفضلي الأستاذ عبير. مثلا فيتامين إي موجود بزيوت أكثر، موجود كثير بزيت اللوز بكميات كبيرة، بالمكسرات فيها كمية ممتازة من الفيتامين إي. طبعا مش الأشياء المطبوخة زيادة أو المحمصة، لما نحن نقول مكسرات دائما نكون أصلا مكسرات نية. نعم. يعني أي شيء طبعا نحن نعرف أو أنتم ممكن تخبرونا أكثر، أي شيء في وضع الأصلي أو خلنا نقول الرو فورم يكون أحسن من بدال ما يتقلم، بدال ما الصلاف تتحمص على درجة حرارة عالية فها بتفقد كثير من قيمتها الغذائية. صحيح. وكذلك الأطعمة الأخرى اللي نفس مثل الخضار يعني مثلا إذا بدنا نحن نحافظ على كميات مضادات الأكسدة لنقول بالخضار، لازم نحاول نطبخها قد ما فينا وقت أقل، يعني قدر الإمكان، مثلا نقوي النار شوي عشان فترة الطبخ تنقص، ولا نخليها على نار خفيفة فترات طويلة، لأنه كل ما طولت فترة الطبخ بتنقص قيمتها الغذائية. جميل. دكتورتنا ممكن تخبرينا أكثر، هل في مستويات معينة أو نسب محددة من هاي مضادات الأكسدة؟ يعني مثلا هل خلنا نقول برتقالة واحدة في اليوم تنفع أنها تعوضنا عن الأشياء كلها هذه، يعني المضادات كلها لليوم؟ فهمت عليك. لا، هي كمضادات كفيتامينات عندنا نحن النسب، بس كمضادات أكسدة لا. بس بيقولوا النصائح شو بتكون، أنه ناخد على القليلة 5 حصص من الفواكه والخضار باليوم. صحيح. يعني مثلا حبتين فاكهة، 3 حصص من الخضار، هاي أقل شيء بدنا ناخد إذا بنقدر، لو كمية صغيرة من 5 ل10 حبات من المكسرات النية باليوم. نعم. مثل ما قلنا نوعية الطبخ أو طريقة الطبخ ما نحطها على نار وقت طويلة أو أوقات طويلة، إذا بنقدر نتجنب تقشير الخضار والفاكهة إذا بتتاكل من النوع اللي بتتاكل مع القشر بيكون أحسن، لأنه في كتير أشياء فيتامينات بنخسرها وقت من قشر الخضار والفاكهة. صحيح. بعد ألياف أيضا، يعني منها ألياف. صحيح. وتقليل كمية المي بالطبخ، وإذا نزل مثلا مي من الخضار أو شيء بالطبخ نستخدمها، ما نرمي هاي المي، لأن هاي المي كمان فيها بيكون من العناصر الغذائية الموجودة فيها. صحيح. والفوائد كذلك اللي تطلع منها، والفوائد حتى الفاكهة نفسها إذا بينزل مي مثلا والتقطيع في فواكه إذا نقطعها بينزل مي، نحاول إنه هاي المي نضيفها مثلا على الفاكهة بعدين. والشخص بيستفيد من شيئين، يعني بياخذ الفيتامينات اللي يحتاجها جسمه، وكذلك هي من المضادات الأكسدة كثير منها فيتامينات. صحيح. فيتامين A و C، فنحن يعني كله تمام. هلأ مثل ما قلنا أهم مصادر المضادات الأكسدة هي الفواكه. نعم. الحمضيات، الكراز والتوت، كل أنواع هاي التوتيات. نعم. الخبز، المشمش، الخضار مثل البروكلي مثلا، هاي قلنا الفليفلة الخضراء، الفاصوليا خاصة الحمراء، الزبيب، الأشياء الناشفة، الفاصوليا مثلا إذا كانت ناشفة. نعم. بيكون فيها مركز الفيتامينات أكثر. ممتاز. الشاي الأخضر كمان بيحتوي على نسبة عالية من المضادات الأكسدة، فكثير ضروري. التوم كمان مثلا في ناس ما يعني إذا بنحطه بالطبخ وهيك بضيف كمية مضادات الأكسدة الموجودة بالأكل. صحيح. فيها كمان كمية عالية من اللايكوبين اللي هو كمان مضاد أكسدة. من ناحية إذا كانت نقول الفواكه أو الخضروات هذه مجففة بتتأثر مضادات الأكسدة أو يعني الأشياء المجففة دائما فيها التركيز أعلى بالسير. ممتاز. يعني تكون يعني أكثر الفاصوليا، الحبوب أو الخضار المجففة كثير ممتازة. نعم. بس طبعا ما بدنا إياها تكون معالجة أو مضيوف عليها سكريات وهيك. صحيح. ما هي بس مجففة. صحيح. أو أملاح، يعني في ناس تضيف عليها الملح مثل الفاصوليا وتجيب كميات كبيرة. صحيح. فبالعكس يعني تكون بس مجففة ومش معلبة مثل الفاصوليا وهيك، لأن المعلبات فيها كتير مواد حافظة وملح، فيستحسن المجففة دائما أحسن. صح. أو الفروزن بدون إضافات كمان ممكن يكون مجمد. نعم، لأن في حتى دكتورتنا دكتور عبير، لو لأن في ناس حتى من ناحية الفروزن أو المجمد يعتقدون إنه ما في فوائد أو فوائد أقل. لا لا. لا لا، المجمد طالما مجمد يعني خالي من أي مواد تانية، ما عادي كتير ممتاز. هي المشكلة بالأشياء المعلبة. نعم.
صحيح. لأن المعلبات تنحفظ بدرجات حرارة الغرفة، فبتكون لازم يكون فيها تركيز عالي من المواد الحافظة والملح عشان تحفظها من الخراب. صحيح. هل في فئة أو خلينا نقول يعني فئة من المجتمع ممكن مضادات الأكسدة لازم نركز فيها أكثر معاهم؟ هل هي الأطفال مثلا أو المرأة الحامل أو كبار السن؟ لا، ما في توصيات، هي توصيات لكل الناس أنه لازم ناخدها بشكل يومي، بس من خلال مثلا يعني ما في كمية مضاد أكسدة مثلا لايكوبين معينة، ما في توصيات بهالشكل، بس مثل ما قلنا تكون كميات مناسبة كل يوم، خمسة فواكه وخضار، يستحسن الحبوب تكون كاملة يعني مثل القمح أو الخبز، يكون الخبز مع القشرة. نعم. ومثل ما قلنا نوعية طريقة الطبخ تكون مهمة، وكمان في شغلة الأوعية النحاسية، في ناس تطبخ فيها ما بعرف قليل، بس تأثر على كميات مضادات الأكسدة لأنه بتتفاعل معها، تأثر عليها، يستحسن ما نطبخ فيها. أيوة، هذا جدا مهم. يعني هذه النقطة أستاذ عبير نشكرك عليها، لنا حتى طريقة الطبخ أو الأشياء اللي نستخدمها للطبخ تأثر صح على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لأنه في ناس مثلا الديب فراي أو القلي صح الزيت عميق بيروح كتير من القيمة الغذائية، لنقول مثلا بطاطا، بطاطا مسلوقة قيمة الغذائية بتفرق كتير عن البطاطا المقلية. وكيف من ناحية القلاية الهوائية أو الإير فراير اللي نشوفها الحين بدون زيت، بدون ديب فراي ممتاز، تكون أحسن، بس نحاول ما تكون فترة طويلة الطبخ، مثل ما قلنا أي نوع طبخ طبعا بقدر الإمكان، يعني في طبخات بتحتاج، بس قد ما فينا أنه نقلل فترات الطبخ. صح، وهذه نقاط جدا مهمة كذلك. أستاذ عبير، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين الكرام بخصوص هذا الموضوع؟ هو مضادات الأكسدة مثل أي شيء مفيد، دائما انه يكون غذاء متوازن والاعتدال بكل شيء، هو صحيح. مثل الوصفة السحرية، دائما الاعتدال هو والتوازن هو الوصفة السحرية، خليه يكون اسلوب حياة اكثر ما يكون هو بس لفترة مؤقتة. صحيح، وهذا جدا مهم، يعني حتى لو الشيء له فائدة كبيرة بس ناخذه باعتدال، ما ناخذه بكميات كبيرة بحيث تضر لنا. صحيح. أستاذ عبير عبد الله، اختصاصي أول تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا دكتورة سارة، موضوعنا اليوم في التغذية يعني جدا مهم، خاصة في ناس وايد تسأل عن مضادات الأكسدة وليش، وشو هي مضادات الأكسدة وليش تسمت بهالشيء وين موجودة. وأستاذ عبير غطت لنا الموضوع بشكل شامل وبشكل بسيط يقدر أي واحد يفهمه ويعرفه، وكذلك يعني يطبقه بشكل يومي بحيث يأخذ الأشياء المهمة اللي يحتاجها جسمه. نعم، ونحن دائما نذكر الخمس حصص هذه مهمة جدا، وطريقة نفس ما ذكرتها أستاذة عبير، طريقة الطهي أو طريقة الـ هذا تؤثر أيضا في نوعية الحصص اللي ناخذها في اليوم. الحين بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله مع فقرة ثانية، خلكم ويانا. صحة وسعادة، مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. طبعا في فقرتنا الحين دكتورة سارة بنتكلم عن موضوع جدا مهم. طبعا يمكن كثير من الناس يقول دائما ينعاد أو نحن عارفين هذه الإجراءات، بس هذه الإجراءات جدا مهمة، ومن فترة لفترة طبعا يكون فيها تغييرات اللي هي الإجراءات المتبعة في حالة الإصابة بكوفيد 19. طبعا في هذه الفقرة بنستعرض معا للتذكير والتأكيد، طبعا هذه الإجراءات جدا مهمة، عشان شيء نحن نحب نذكر ونأكد عليها من فترة للثانية. أهم الإجراءات المتبعة في حالة الإصابة بكوفيد 19، شو مدة وشروط العزل المنزلي. طبعا يسعدنا تكون ويانا اليوم الدكتورة عليا آل علي، اختصاصية طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا أكثر في هذا الموضوع. صبحت الله بالخير دكتورة عليا. نور وسرور، أهلا ومرحبا فيكم، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييكم.
طبعا دكتورة، نحن في البداية حابين نتعرف أكثر على المصاب بمرض COVID-19، شو مدة العزل الصحي المعتمدة في حالة الإصابة؟ طبعا هذه المواضيع يمكن الكثير منا يقول أنها انعادت وعرفناها وحفظناها، بس المواضيع هاي جدا كذلك مهمة ونحب نأكد ونكرر عليها من فترة للثانية، خاصة إذا في كانت تغييرات معينة من ناحية العزل المنزلي أو العزل بصفة عامة. نعم، طبعا المصاب بمرض COVID-19 إذا نبغي نعرف عنه، هو كل شخص خضع لفحص البلمرة المتسلسل اللي هو PCR في أماكن الفحص المعتمدة وكانت نتيجته إيجابية، سواء وجدت أو لم توجد فيه أعراض يعني. ومن هنا تبتدي مدة العزل المعتادة اللي هي 10 أيام، سواء العزل المنزلي أو العزل المؤسسي. طبعا من المهم جدا تحميل تطبيق COVID-19 DXP على الهاتف، وهذا لضمان المتابعة والاستجابة الفورية للمصاب، وأيضا إبلاغ مقر العمل والمقيمين مع المصاب في المنزل أو المخالطين للمصاب لمدة لا تزيد عن يومين قبل الإصابة. هاي أهم الأشياء اللي المفروض يتبعها يعني. دكتورتنا، ممكن تخبرينا شو بتكون هي شروط ومتطلبات العزل المنزلي؟ بالنسبة للعزل المنزلي، أول شيء عدم وجود أعراض أو وجود أعراض خفيفة جدا للمصاب، أو أيضا وجود غرفة وحمام منفصل للمصاب، كما أنه إذا تواجد فرد من أفراد المنزل من ذوي الفئات الأكثر عرضة للخطر فهني ما ينطبق العزل المنزلي. أيضا يجب التزام المصاب بالمخالطين في المنزل بالإجراءات الاحترازية، منع استقبال الضيوف والتعقيم والتطهير المستمر، التزام بالكمامات وغسل اليدين. أيضا من المهم جدا توفر مستلزمات الإسعافات الأولية وأدوية خفض الحرارة مع أجهزة قياس الحرارة. نعم دكتورة، ذكرتي أن بخصوص العزل أن يكون 10 أيام سواء المنزلي أو المؤسسي، في أشخاص كثيرة بتتساءل من سويت الفحص أو من طلعت النتيجة أو من أعراضي ابتدت، فدائما هذا السؤال يتكرر علينا بشكل يومي. عفوا، يعني القصة متى تبتدي 10 أيام؟ متى تبتدي 10 أيام؟ أيوة، تبتدي 10 أيام العزل من خضوع الفحص أو من ظهور نتيجة الفحص الإيجابية. يعني سواء كان المريض عنده أو خلينا نقول المصاب كان عنده أعراض صار لها كم من يوم وسوى الفحص صار له فترة، يعني بعد الفترة هذه ما يعتبر من اليوم اللي أبدأ فيه الأعراض، صح دكتورتنا؟ لا، صح، الأيام المحسوبة تبتدي من بداية ظهور النتيجة الإيجابية، هاي الأيام اللي تكون محسوبة. نعم، تنحسب كعشر أيام. وبالنسبة للأشخاص اللي يعني يصابون ويتكمل مدة انتهاء العزل عندهم من ناحية بعد 10 أيام، هل يكون أي رسالة أو أي إثبات يعني فرضا جهة العمل، أو دائما نحن نتعرض لها النوع من الأسئلة بخصوص أني أنا انتهيت من فترة العزل اللي أنا موجود فيها؟ نعم، طبعا بعد انتهاء المدة اللي هي 10 أيام، في مسج يوصل على الهاتف للمصابين في شهادة إخلاء أو في شهادة انتهاء مدة العزل. نعم، تصل لكل المتعافين. بس هذا دكتورتنا فقط إذا نزل الآب فقط إذا نزل المسج مسجات. لا أنا قصدي إذا المريض من الأول notified أو أخبر هذا فتوصل له المسج، صح إذا أنا مش غلطان؟ نعم نعم نعم. دكتورة، طبعا الجميع يتساءل من ناحية بعد 10 أيام أنا فرضا أخلص العزل، فهل لازم تكون النتيجة سلبية للمصاب عشان يطلع من العزل الصحي ولا ما في داعي؟
لا لا، اصلا لا يشترط على المتعافي ان يخضع لفحص بي سي ار، مجرد اكمال المده اللي هي 10 ايام، ومع التاكد انه لا توجد حمى لمده 3 ايام متتاليه، يعني دون اللجوء الى اخذ ادويه خفض الحراره. صحيح، وهذا جدا مهم، في ناس وايد تاخذ ادويه خفض الحراره بشكل يعني 3 أو 4 مرات في اليوم، يقول لك ما عندي حراره. صح. ايوه لا، هني نتاكد انه ما في حمى، ولا ان المريض اضطر ياخذ ادويه لخفض هذه الحمى أو الأعراض. بعد ذلك حتى لو أكمل 10 أيام وكانت نتيجته إيجابية، فيستأنف حياته بشكل طبيعي جدا والعودة للعمل بشكل طبيعي جدا. صحيح، أن يكمل فترة العزل 10 أيام وعقبها. في ناس تتخوف دكتورة كذلك من ناحية أن بعدها نتيجتني إيجابية يمكن أنقل العدوى. لا، في دراسات أقاموها وأثبتت أن الفيروس بعد اليوم العاشر ما في أي حالات عدوى صارت بعد اليوم العاشر. أيضا أن يكون في أعلى مستويات العدوى في الأيام الأولى، بعد اليومين 7 والـ10 تبتدي نسبة العدوى تقل جدا، فمن الصعب جدا انتقال الفيروس بعد اليوم العاشر. نعم، يعني يمارس حياته طبيعية جدا إذا ما كان عنده أي أعراض بعد اليوم العاشر، ويرجع للعمل عادي، وأصلاً ما يحتاج أصلاً يخضع لفحص. دكتورة، إذا الأعراض استمرت، يعني في ناس كثيرة يمكن تينا تقول الأعراض استمرت عندي حتى بعد اليوم العاشر، فأنا أعيد الفحص في هذه الناحية أو أني أمارس حياتي الطبيعية، يعني خاصة إذا الحرارة استمرت بعد اليوم العاشر؟ طبعا نحن مثل ما قلنا تختلف الأعراض أو حدة الأعراض من شخص لآخر. صحيح. بناء على اللياقة، بناء على المناعة، ففي من الناس أعراضهم تطول أو الحمى تطول، لكن احنا قلنا من شروط انتهاء العزل هو اختفاء أو زوال الأعراض هذه، إذن بالذات الحمى. فإذا استمرت الحمى يفضل للشخص المصاب أنه يستمر بعزل نفسه. أحيانا يكون الشخص مثلا حالته الصحية من قبل يكون تعبان، فزادت مضاعفاته من فيروس كورونا، ففي هالحالة يلتزم إلى أن تنتهي فترة العزل أو تنتهي فترة الأعراض هذه، تروح عن الأعراض. متى يلجأ أن يتواصل مع الطبيبة أو يتواصل مع الجهات الصحية للتقييم، تقييم حالته إذا كان شخص مصاب وعازل نفسه بالعزل المنزلي؟ طبعا في حالة عدم وجود أعراض المريض أو المصاب يكتفي بالعزل ومراقبة حالته الصحية بشكل مستمر. لكن في حال ظهور أعراض في رقم اللي هو رقم الاتصال 1-800-432. نعم. هني يقدر يحجز موعد للاستشارة عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن، أو ممكن يحجز موعد عن طريق مراكز التقييم، وهذه عند ظهور الأعراض. نعم، وهذا جدا مهم، يعني نفس ما ذكرتي دكتورة الأعراض تختلف من شخص لآخر، يعني يمكن أشخاص تكون أعراضهم جدا طفيفة أو يمكن ما يحسون بأعراض، إضافة إلى أشخاص تستمر عندهم الحرارة حتى بعد 10 أيام وتكون شديدة، أو كحة ضيقة في النفس، هذه الأشياء فيحتاج معاينة أو يعني تقييم طبي آخر. ونفس ما ذكرتي على الاتصال بالطبيب لكل مواطن، حجز الموعد أو التوجه إلى أماكن تقييم العيادات الخاصة بتقييم حالات الكوفيد 19. صحيح. دكتورتنا، ممكن شوي بس تخبرينا عن الفئات اللي ممكن تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد 19؟ طبعا احنا ممكن نقول أكثر عرضة للخطر مع فيروس كورونا، أو أن تكون مضاعفاتهم بشكل كبيرة، يعني من ضمنهم أصحاب الأمراض المزمنة واللي يعانون من مشاكل صحية، يعني على سبيل المثال مرضى السكري اللي فيهم مرض السرطان والعياذ بالله، من يعانون من أمراض الكبد المزمنة، أمراض الرئة والجهاز التنفسي، أمراض القلب، أيضا أصحاب الهمم، والجدير بالذكر أيضا من هم في مراكز الرعاية الصحية طويلة الأجل، كبار السن مثلا. هل ممكن فئات معينة أيضا اللي مثلا خلنا نقول الحوامل؟
الحوامل يعتمد على صحتهم. نحن طبعا الحوامل عندنا إذا كانت حالتهم مستقرة وما عندهم أي مشاكل صحية ثانية نعالجهم بالطريقة نفسها، العزل نفسه، لكن تكون المراقبة عليهم أكثر. وأحيانا إذا صار عندهم مضاعفات ثانية يتحولون للمستشفى، للمراقبة في المستشفى. لكن إذا ما كانت في أي أعراض ولا أي مضاعفات وكانت أعراضهم جدا خفيفة، فتكون معالجتهم بطريقة طبيعية نفس المصاب العادي. نعم دكتورة، نذكر المستمعين لأن هذه المعلومات جدا مهمة بخصوص أول شيء بخصوص العزل، العزل لأي مصاب كوفيد. أي نعم. الفترة الزمنية. أي نعم. طبعا الفترة الزمنية لمدة 10 أيام. نعم. المريض أو المصاب يختار يا أما العزل المنزلي أو العزل المؤسسي، لكن إذا كانت أعراضه خفيفة أو طفيفة وتتوفر شروط العزل المنزلي فيفضل أنه يكون في المنزل. أيضا من المهم جدا وأكرر تطبيق COVID-19 DXP، هذا التطبيق يضمن أن المتابعة تكون والاستجابة تكون سريعة للمصاب. أيضا مهم جدا إبلاغ المخالطين بالإصابة سواء في المنزل أو في العمل أو من الأصدقاء. هذه النقطة جدا جدا مهمة، يعني أحيانا الواحد ممكن يتصل ويبلغ الإصابة لكن لما يتصلون فيه مثلا من الهيئة أو من الطب الوقائي ينسى فرد أو فردين مثلا. صحيح. أي شخص هذا يقول أنا ما اتصلوا فيني وأنا مخالط وما حد كلمني، فالمخالط هذا عليه أنه يتصل على نفس الرقم اللي هو 8432 ويبلغهم ان انا كنت مخالط الشخص الفلاني. كذلك في نقطه مهمه عن المخالطه. نعم. المخالطه تكون يومين قبل الاصابه او يومين قبل ظهور الاعراض. بما معناه اذا انا خالطت شخص مثلا في تاريخ 1 سبتمبر، نعم، وتاريخ 3 سبتمبر هذا الشخص قال لي انا فيني كورونا وطلعت نتيجتي اليوم اللي هو تاريخ 3 سبتمبر، المخالط يبتدي يحسب مدة الحجر من تاريخ الاختلاط الا وهو تاريخ 1، حتى لو شايفنه قبل ما الشخص يسوي التحليل نفسه او البي سي ار اللي هو تاريخ 1 اللي هو تاريخ المخالطة وليس تاريخ ظهور النتيجة. نعم. يبتدي 7 أيام من تاريخ المخالطة، اذا شافه قبل 4 أيام لا يعتبر مخالط. نعم، وهي نقطة جدا مهمة كذلك. نعم، وخلينا نفترض المخالط ظهرت عليه أعراض في خلال العزل، هل يرجع يسوي فحص البي سي آر أم يكمل العزل لمدة 10 أيام؟ نعم، المخالط يبتدي طبعا مثل ما قلنا الحجر الصحي لمدة 7 أيام. أثناء هذه الفترة لا يطلب منه فحص إلا مثل ما قلتي بدأت عليه ظهور الأعراض. لما تبدأ تظهر عليه أعراض حتى لو كانت خفيفة جدا يجب عليه الاتصال فورا على نفس الرقم 8432 والتبليغ. هناك بيحجزون له موعد للفحص، بعد ذلك تبتدي عنده مدة العزل اللي هي 10 أيام. نعم، وهذه نقطة كذلك جدا مهمة، لأن من ناحية المخالطين يمكن الواحد يعني في باله أنه مب أني قبل، يعني النقطة اللي ذكرتيها أنه حتى لو شافه قبله بيومين وطلعت النتيجة يعتبر نفسه مخالط من اليوم اللي هو خالط فيه الشخص ويكمل يحسب المخالطة. وكذلك الفحص عند طلوع خروج الأعراض هذه على الشخص المخالط كذلك. نعم نعم، أول ما تطلع الأعراض حتى لو كانت خفيفة لازم يبدأ لازم يفحص، يتصل على الرقم إما يحجز أو ممكن يروح هو يفحص بنفسه. نعم دكتورة، من ناحية شروط المخالطين كذلك للعزل، يعني تكون يعني نفس شروط الشخص المصاب، يعني نفس الشروط أو الأشياء اللي يتبعها للشخص المصاب؟ أي نعم، العزل لمدة تكون المدة أقل طبعا اللي هي 7 أيام. صحيح. عدم المخالطة أي أشخاص ثانيين، والالتزام بالغرفة والحمام المنفصل نفس الشروط بالضبط. اللهم لا يحتاج أنه يعمل فحص إلا إذا طلعت عليه أعراض، ومن تخلص 7 أيام يستأنف حياته بشكل طبيعي دون اللجوء إلى عمل فحص. صحيح، وهذه النقاط كذلك جدا مهمة، أن أول ما تطلع عليه الأعراض حتى لو بسيطة يرجع
يعيد الفحص على أساس تكون النتيجة واضحة أكثر كذلك. يعني في ناس حتى بدون الأعراض يمكن تسوي النتيجة وتقول لك طلعت سلبي، تطلع عليها الأعراض في نفس اليوم يقول لك لا أنا أوردي النتيجة سلبية. فالواحد يركز على الأعراض متى تطلع له. نعم بالضبط صحيح بالضبط. ومثل ما ذكرنا يعني ما فقط المصاب يعني ينقل العدوى، كذلك المخالط خاصة إذا كانت الأعراض خفيفة وهو ما منتبه لهذه الأعراض أو منتبه لها بس ما بعطتها الأهمية الكبيرة، ويكون عايش حياته طبيعية بدون ما يأخذ الاحترازات الكافية. دكتورتنا ممكن نسألك سؤال؟ طبعا في الكثير يتسائلون ممكن كيف أحصل الفحص البي سي آر يكون سريع، أو وين أقدر أحصل أقرب مكان أو المكان المناسب لي أني أخذ الفحص البي سي آر سواء إذا واحد كان مخالط؟ طبعا تعرفين تصير عندنا يعني يبتدي مثل كأنه لازم أسوي الفحص الحين، وين لازم أروح، شو لازم أسوي، التخوف. هالتخوف هي. اللي موجود سواء كان المخالط أو اللي بدأت عند الأعراض، هل في أماكن معينة أو شو اللي توصين فيه دكتورتنا؟ طبعا بالنسبة للمخالطين أو من ظهرت عليهم الأعراض حتى لو هم ما كانوا مخالطين وشاكين في أنفسهم، أسرع طريقة مثل ما قلنا نحن وفرنا مركز اتصال موحد، أسرع طريقة حجز موعد عن طريق الرقم هذا. لكن إذا الشخص نفسه حاب أنه يفحص في مكان آخر طبعا بيكون الموضوع شوي بيطول، لأن مثل ما تعرفون حاليا عندنا ازدحام في كل مكان بالنسبة للفحوصات، صحيح، وضغط من كل صوب. فأنا أضمن أن الرقم هذا يوفر أسرع طريقة وأسهل طريقة لحجز موعد، صحيح. يعني بالذات المخالطين والمصابين في استجابة فورية. لو تذكرينا بالرقم مرة ثانية دكتورتنا؟ 8432. أيضا التطبيق يوفر حجز مواعيد وأيضا استجابة فورية لمثل هذه الحالات، صحيح، وهذه تكون لهم الأولوية، لأن يعني نسبة أن معرضين أنهم عندهم المرض تكون كبيرة. طبعا دكتورة عليا موضوعنا شيق، وحتى حلقة واحدة أو فقرة واحدة ما تكفي، وطبعا خاصة على نذكر المستمعين أكثر وأكثر بهذا الشيء، حتى لو فئة كبيرة تقول نحن عارفين هاي المعلومات، بس كذلك التذكير والتأكيد عليها لأنها جدا مهمة، وفي تغييرات معينة تصير من فترة لفترة طبعا بعد الدراسات العلمية اللي تطلع والتقارير الطبية والعلمية كذلك اللي تطلع. دكتورة علي آل علي اختصاصية طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. طبعا مستمعينا كانت هذه آخر فقرة لنا اليوم في البرنامج، واللي هي الإجراءات المتبعة في حالة الإصابة بكوفيد-19. نلقاكم باكر إن شاء الله على خير وسعادة. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد بهيئة الصحة في دبي، والإخراج نمر محمد، يعطيك ألف عافية. وتشاركني اليوم الحلقة الدكتورة سارة الدلال، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر بصحة وسعادة. صحة وسعادة.